هكذا بدأت التسجيلات في مقر المجلس الثقافي البريطاني الذي فتح أبوابه للجمهور بعدما كان منحصراً في تدريس فئة الأساتذة كمرحلة أولية منذ العام 2007. المجلس الثقافي البريطاني سعيد جداً لفتح أبوابه لكل فئات المجتمع للتسجيل بالمركز لتدريس اللغة الإنجليزية بالجزائر بهيدرا. هذا يندرج تحت الاتفاقية للمناقشة بين رئيس عبدالعزيز البوتفليكة والوزير الأول ديفيد كاميرون للتطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالجزائر. وسائل بيداغوجية حديثة سيعتمد عليها المجلس الثقافي البريطاني لتلقين الدروس باللغة الإنجليزية. السن الأدنى للتسجيلات هو 6 سنوات، وحضور ولي الأمر لغير البالغين إجباري يوم تسجيلات. لحجز مكان لاختبار تحديد المستوى لابد من الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، ألا وهو www.britishcouncil.dz/fr. الدورات المقدمة هي لغة إنجليزية عامة، لغة إنجليزية للأعمال، ودروس تحضيرية للامتحانات. تاريخ بداية الدروس يوم 26 أفريل 2015. رأيت أن هذه المدرسة تستعمل طرق بيداغوجية محفزة، استقبال كان جميلا والتسجيلات كانت بسهولة. افتتاح أبواب البريتش كونسل سيتزامن مع انعقاد أكبر مؤتمر للغة الإنجليزية في القرن 21 بمدينة وهران في الفاتح من مايو القادم، بحضور شخصية جزائرية وبريطانية في السياسة والثقافة والتعليم العالي.